وتعالوا دلوقتي نروح لزميلتنا ليندا عبد اللطيف علشان نعرف منها اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير يا ليندا. صباح الخير احمد. صباح الخير بسنت. صباح الخير عليك يا ليندا. طبعا يا احمد الطقس الصبح حر جدا، بالليل بيكون معتدل، ونسبه الرطوبه اكيد عاليه يعني لحد شهر 8. سواء يمكن امبارح كان في تحسن لطيف لحد ما بالليل، يعني هو مفيش تحسن قوي الحقيقه. وعلى يوم الاربعاء هيكون في ارتفاع شويه. ربنا يستر. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية، والبداية هتكون مع الدولار الأمريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.96، أما الشراء فسجل 18.88. اليورو البيع سجل 19.45 والشراء سجل 19.36. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.67 والشراء سجل 22.57. الفرنك السويسري البيع سجل 19.55 والشراء سجل 19.46. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80 أما الشراء فسجل 2.79. الريال السعودي البيع سجل 5.04 والشراء سجل 5.05. الدينار الكويتي البيع سجل 61.71 أما الشراء فسجل 61.37. وأخيرا الدرهم الإماراتي البيع سجل 5.16 والشراء سجل 5.14. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، فعيار 18 سجل 844 جنيه للجرام، أما عيار 21 فسجل 985 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1126 جنيه للجرام، وأخيراً الجنيه الذهب سجل 7880 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وكان في النهاردة شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء، وكمان في ارتفاع في نسب الرطوبة، وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم بتتراوح بين درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 43، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 30. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.